اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صوتي خلف حاجة حلوة. كابتن كابتن مبارك يا حبيبي. الله يسلمك يا رب. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ اللهم لك الحمد. منور. حبيبي نورك. سعداء جدا بوجودك معانا النهاردة طبعا، ويعني النهاردة يوم حلو اللي أنت موجود معانا. أول شيء أنا سعيد جدا حقيقة بزيارتي الأولى للنادي، وسعيد أكثر بالتواجد في قناة النادي الأهلي. وأول حاجة لمستها وأول شعور يعني أن الكيان العظيم هذا يعني يتصدر المشهد مش من أي فراغ. إذا كان العمل هذا موجود على مستوى القناة فأنا مش مستغرب أبدا أن الأهلي دائما يعني متواجد على منصات التتويج. قمة في الاحترافية والتعامل حقيقة على مستوى القناة، أنا أتكلم على وجه التحديد. ربنا يخليك. أنا متشكر جدا على وجودك معنا الأستاذ خليل. طبعا هيكون معنا كابتن خليل. الأستاذ خليل تحبها إزاي؟ هي خليها كابتن احسن. كابتن صح عشان, آه آه عشان معلق رياضي وكده. لو بتعطيني حافز اني شويه امارس رياضه مش كده. عموما هيكون معانا بعد قليل طبعا الكابتن خليل بلوشي المعلق الرياضي العماني الشهير الحقيقه، ولكن خلينا نطلع تقرير مهم جدا عن الكابتن خليل، وبعد كده نشوف بقى ايه اللي هيحصل وهنتكلم في ايه. وما تنسوش البلوشي مع الشاطر هو الهاشتاج اللي هنشتغل عليه خلال الفترة الجاية. خلينا نطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل.